الاول انت من رابعه ابتدائي خمسه ابتدائي اخذت عرفت يعني احتمالات والامكانيه وكم في الميه 50% مثلا في ايه تراص الامكانيه تمام. عندك مثلا لو احتمال ده بيساوي صفر وعليك احتمال سلام. مستحيل وعليك الله بركات، وقلنا شباب ان الاحتمال رمزه بي مثلا اهو احتمال ده اكبر من او يساوي دايما صفر اقل من او تساوي واحد، يعني يطلع كسر ممكن يساوي واحد وممكن يساوي صفر او يساوي قيمه بينهم، ما ينفعش يساوي سالب ولا حاجه اكبر من الواحد ولا اقل من ايه؟ من الصفر تمام؟ يعني لو قال لك كده الاحتمال مثلا وجود حادثه معينه بتساوي اثنين ده خطا طبعا، العمليه خطا مثلا مستحيله بتساوي واحد واثنين من عشره واحد واحد من عشره واحد واحد من مية مستحيل، والاحتمال دايما ايه؟ بين الصفر والواحد، والواحد معنا صفر معانا، لو هو حصل يا جماعه بيساوي واحد يبقى بسميه احتمال مؤكد، لو بيساوي صفر بسميه احتمال ايه؟ مستحيل، زي ما اقول لك مثلا احتمال ان تسقط السماء مثلا ذهبا، السماء تسقط ذهبا يا جماعه فيبقى ايه؟ ده بالنسبه لنا احتمال مستحيل تمام؟ احتمال ان يفهم الطلاب الدرس دي متفاوته 50% 40% 30% تمام كده؟ ودايما يا جماعه اللي فوق الاحتمال ده بيساوي فوق ايه؟ عدد نواتج الحادثه اللي فوق دي يعني عدد الحادثه بس الحادثه، وتحت حاجه اسمها فضائل النواتج كلها عدد فضائل النواتج عدد فضائل ايه؟ النواتج بالكامل عدد كل الاحتمالات كلها يا يعني شباب. طب قبل الدرس بس يا شباب هنراجع كده مراجعه سريعه، والنهارده ما في كلمه هنقولها الا وانت خدتها قبل كده، احنا بس بنراجع حتى التهيئه كلها برضو ايه؟ حاجات قديمه. بيقول لي يا جماعه بسط، انا عشان كده لازم كل شركة يا شباب بسط كل ما ياتي 1 على 2 زائد 3 على 8. يلا يا شباب اعمل في دي ايه؟ محتاج اوحد المقام الاول عشان اوجد الجامع صح؟ المقام هنا 8 المقام هنا 3. تلاحظ ممكن تضرب 2 ده هي 4 يعطي لك 8، اضرب هنا كده مثلا ضرب 4 وضرب 4 اصبحت كام؟ 4 على 8 زائد 3 على 8 هيساوي في الاخر 7 على كام؟ على 8. ماشي يا شباب؟ اذا في شيء ما واضح ناكد عليه تاني ونعيده تاني، منه عيب عادي عادي يا جماعه. طيب 7 على 9 دي عايز حد يحلها معايا. 2 على 6 يلا يا جماعه نعمل ايه هنا؟ مين يحل؟ ان يفوق كده معانا. يلا يا حضرات اجمع الطرح. صادنا نضربهم في 3 نضرب 9 في 2 ونضرب 6 في 3. تمام عشان نجيب الايه؟ نجيب المضاعف المشترك الاصغر للمقامات يا شباب. تمام كده؟ هتلاقي اصغر مضاعف مشترك بين 6 و9 هو ال 18. اخلي كل مقام فيهم 18. فيعمل هناك اقول ضرب هنا ضرب 2 بس بسط من مقام طبعا بس هتضرب تحت بس، وهنا ضرب 3. اصبح اللي فوق 7 في 2 ضرب 14 على 18 زائد 3 6 على كام؟ على 18. ونجمع 6 زائد 14 هيديني كام؟ 20 على 18. اختصرها مع بعضها بعد كده خلاص بقى عادي اختصر. فيها كام يا شباب؟ على الاثنين مثلا فيها 10، على الاثنين فيها 9، 10 على 9 يعني فيها كام؟ 10 فيها كام؟ 9 فيها 9 1 وبقى معانا 1 او 1 على 9. 1 بقى يا شباب 1 و9. طيب السؤال اللي بعده يا جماعه برضه هنحاول نجيب معظم الاسئله بحيث ايه؟ مراجعه عليك انت، مراجعه ما هو عيب يا شباب انت راجع زي دي بس الكل يكون فاهمها. 2 على 5 زائد 7 على 8. يلا يا شباب مين هيحل غير محمد سعيد؟ عايز الكل يشارك معايا. 8 في المقام وهنا 5 ماشي يا اخو سيد فرد.
اخلي المقام كم 40 40 احسن واحد هو 40 وعلى فكره كان فيه طرق بس يعني ما هي طريقه واحده اللي بحل بيها خلي بالك يعني انا ما بقول لك امشي طريقه واحده في الجامعه وتا. الموضوع ده بالذات له طرق كتير من ضمنها مثلا ايه ممكن اضرب البسطه في المقام عليك الله وبركاته اضرب المقام في المقام 5 في 8 مثلا بعدها اضرب ضرب تبادلي 7 في 5 والاثنين دي طريقه ثانيه يا شباب يلا 2 في 8 2 16 و5 في 7 في 35 زي كده يا شباب هيساوي كام 16 فوق 35 هذا كده 6 و5 11 41 ولا ايه 51 على 5 في 8 بكام 40 وسيبها كده يا جماعه في صف ماشي يعني دي من ضمن الطرق فالرياضيات الميزة فيها مرنة حل أكثر من طريقة يقول لك هنا ضرب يا جماعة برضه راجع على الضرب 2 على 9 مضروبة بكام 4 على 8 يلا يا جماعة قبل ما أضرب أضرب كسر في كسر طبعا بضرب يا جماعة كسر في كسر بضرب البسط في البسط والمقام في المقام بس ليه التسهيل عليك قبل ما تضرب قصات بعضها حاول تختصر لو في حاجه فوق وتسمع على تحت اختصر عادي الاول تبسطها تبقى مثلا على الاربعه فيها الواحد على الاربعه فيها الاثنين اثنين بضرب مع الاثنين بينك هنا واحد فوق في واحد بس تحت التسعه غير لما تضرب في بعضه اربعه ضرب اثنين بثمانيه وتسعه في اثنين باثنين وسبعين تحت تبقى ثمانيه فوق على 72 بس اسمع الثمانيه فبقول لك الاول خالص اختصر على طول احسن اختصار بيريح 3 على 7 يلا يا مهند مهند احمد مضروبه 21 على 24 مهند صحيت يا مهند ولا باقي شويه يلا يا بطل فين ضرب ثلاثة وانت مين على اللي هيحل؟ نختصر الأول إيه مع بعض يا شباب؟ مين مع بعضه؟ لازم عبد الله نختصر 21 على 7 جميل 21 مع 7 فيها 3 فوق باقي كمان 24 و3 ماشي 24 مع ممكن مع دي أو مع دي مع دي مع دي فيها 8 ومع دي راحت خلاص بقى فوق أصبح 3 بس هي دي هيساوي 3 تحت 8 جميل جدا مشكور يا علي طيب اللي بعدها يا جماعه بقول لك ايه كمان ضربه اخر واحده 3 على 10 مضروبه ب 2 على 9 يلا يا شباب نفس الطريقه برضه اختصار برضه يا جماعه اختصر الاثنين مع ال 10 فيها 5 تحت واللي فيها الواحد دي على 3 فيها الواحد 3 فيها 3 اصبح اللي فوق واحد بس واحد بواحد بواحد تحت 5 في 3 ب 15 5 ضربات كام؟ ب 15 زي كده يا جماعه واذكركم برضه يا شباب ساعات بيجي لك مثلا الكاس قسمة كاس اذا جه قسمة بعمل ايه القسمة؟ بنحول اقول له 2 مثلا اهو على 15 مقسومة على مثلا تكن نقول كام؟ 4 على 5 مثلا بنعمل ايه يا شباب؟ الكسر الاول زي ما هو ونخلي القسمة ضرب ونقلب الكسر اللي بعده يبقى هنا 5 وهنا 4 نقلب البسط مقام والمقام بسط ونختصر برضه نفس الكلام على الاثنين فيها الواحد على الاثنين فيها الاثنين على الخمسه فيها الواحد على الخمسه فيها الثلاثه اصبح بصوف واحد وتحت 6 شوتس يا شباب يصير 5 على 6 يبقى فوق لا مش 5 احنا 5 راحت مع 15 أصبح فيها الواحد فوق اللي فوق واحد ضرب واحد بواحد اثنين ضرب ثلاثة بست يبقى واحد على ستة يا جماعة تمام كده حاجات بسيطة وسهلة جدا إذا حد شايف الموضوع ده فيه حاجة صعبة عادي قول لي أراجعها تاني ما عنديش مشكلة النهاردة بس لو قعدنا في الحاجات دي بس شايف بالنسبة للاحتمالات بعد كده تلاقي الموضوع سهل عليك الحسابات تبقى سهلة طب بالنسبة بقول لك إيه سؤال هو كرة قدم لدى فريق كرة القدم 54 لتر من الماء البارد في قوارير ساعة كل منها 500 مللي طبعا مثلا حاجة كوزة دي
300 مللي مثلا يا جماعه كبيره شويه 500 اللي هي ايه نص لتر يعني نص لتر. طيب عايز اعرف هو عنده كم قاروره يا شباب؟ عنده كم قاروره؟ خلي بالك هو عنده هنا بيقول لك ايه في الاول كم لتر؟ 54 لتر. ال 54 يا جماعه لتر دول يعملوا كم قاروره؟ بيقول لك كل واحده فيهم كل قاروره تاخد ساعه كام؟ 500 ملي ملي لتر. عايز اجيب العدد اعمل ايه؟ نعمل ايه يا شباب؟ عندك قوارير ميه؟ طبعا انا ماليش في الرسم كتير والله بس كل واحده من دول 500 ايه يا شباب؟ ملي لتر. بتلاقيها موجوده مثلا على ازازه البيبسي مثلا. اه مش نضرب بتنج نضرب ايه في 2 500 يعني؟ اه انا عايز اعرف العدد يا فيصل، اعرف العدد كام؟ لو كان عندك مثلا كرتونه ميه كرتون ما تعرف عددها كام، ولكن الواحده فيهم 500 مللي وهم كلهم على بعض 54 لتر، عايز اعرف العدد 108. هنقسم يا جماعه، هنقسم اللترات على الايه؟ على دي سعه التانك على بعضه كله على الواحده، بس بشرط عندي لازم يكون كلهم نفس الوحدات. يعني مثلا ده باللتر يبقى ده باللتر كمان، ده خليه متر يبقى ده مللي زي ما هو. فانا عايز اجيب العدد، بقول لك 54 احولها الى يا شباب الى مللي، كله يكون زي بعضه. اللتر فيه كام مللي؟ ها اللتر الواحد فيه كام مللي يا شباب؟ 1000. 1000 اضرب في 1000، 54 في 1000 ب 54000 على 500 ونجيب العدد صفر مع صفر وصفر مع صفر، يبقى 54 على كام؟ على 5 هتساوي اهو 5 على 5 فين 1 4 على 5 ما ينفعش نحطه صفر، 40 على 5 كان ايه يا شباب؟ 8. 8 انت حسبتها كده يا فيصل 108؟ ايوه حسبتها كده ذهنيا. جميل مشكور يا فيصل ما شاء الله عليك، مشكور يا فيصل كده تمام يا جماعه. طب نيجي يا جماعه بقى موضوع الاحتمالات برضه، الحاجات دي كلها ما فيها شيء جديد لحد الان، ما فيش شيء جديد، كل ده اخذته من اول ثالثه ابتدائي لحد الان تدرس احتمالات. بقول لك هنا ايه؟ اذا القي مكعب مركب من 1 لـ6 فاوجد احتمال كل مما ياتي ان يكون العدد الظاهر اكبر من 1. خلي بالك يا شباب الاحتمال قلنا دلوقتي بيساوي كام؟ اكبر من او يساوي 0 واقل من او يساوي 1. ما ينفعش حاجه غير كده خالص. اول حاجه بجيبها في المساله حاجه اسمها فضاء العينه، فضاء العينه اللي هي السمبل سبيس الاس مكعب ارقام، لما ارميها يا جماعه كده على الطاوله يظهر لي رقم كام؟ ممكن يظهر رقم 1، ممكن 2، ممكن 3، ممكن 4، 5، ممكن 6. دي بسميها يا شباب السمبل سبيس او فضاء العينه. تفرق بس خفاف الابتدائي كان حرف الفاء اللي كتب بالعربي، لكن هي نفسها. طب لما يقول لك كده احتمال رقم اكبر من 1، عندي يا جماعه كم رقم اكبر من 1؟ ها؟ 5. 5 ارقام. اقول لك احتمال الان اكبر من 1 بتساوي عدد نموذج الحادثه 5 ارقام اكبر من 1 وكلهم على بعضهم 6، يبقى 5 على 6 يا جماعه. تمام؟ يبقى انا بقسم ايه؟ بقسم عدد نواتج الحادثه الواحده على مين؟ على المجموع الكلي او الفضاء كله، مجموع جميع الايه؟ النواتج. طب بقول لك هنا احتمال ان يكون ان ده يا شباب فردي، احتمال فرديا. عندي هنا كم رقم فردي يا شباب؟ هتلاقي الواحد كم؟ والثلاثه والخمسه، يعني 3 ارقام وكله 6. اختصر لابسط صوره، اقسم على 3 وعلى 3 هتساوي 1 على كام؟ على 2. طيب اللي بعده بيقول لك ايه؟ احتمال ان يكون العدد اقل من 2، احتمال اهو ان ال n اقل من 2. مين يحل؟ مين يحل يا شباب؟ حاجات كلها قديمه مفيش حاجه جديده خالص يا جماعه والله لحد دلوقتي، ما في شيء جديد. هاشم معانا يا هاشم؟ ببص يا جماعه عندي في الحادثه اهو فضاء عينه كم رقم اقل من 2؟ ايوه معاك ماشي يا هاشم. كم رقم اقل من 2 يا شباب؟ ما في غير الواحد بس هو الاقل من 2، هو الواحد بس. عدده كم؟ عدده 1، رقم 1، اكتب 1 على 6.
بقول لك اللي بعدها يا شباب، ان يكون عدد الظاهر واحد او ستة. واحد او يا شباب او ستة. نعمل ايه هنا؟ موجود، ركز كلمة او. لما يجي لك او يا جماعة يبقى معناها الجامع، عايز ده زائد ده. ماشي؟ هقول لك بس كمان بسرعة كده كلمة او يا شباب اهو. البي مثلا ايه او بي، ده هي يا جماعة اسمها او. حرف اليو اللي هي الاتحاد اسمها او، بتساوي ايه؟ بتساوي بي الاولاني زائد بي الثاني اللي هو البي ناقص بي التقاطع اللي هو ايه؟ تقاطع بي. يعني ايه يا شباب؟ ده كده المشترك. هل ينفع يا شباب لما ارمي مكعب ارقام على الطاوله يظهر رقم واحد وسته في نفس الوقت؟ ينفع؟ ها؟ عارفين مكعب الارقام يا شباب؟ مكعب الزهر ده النرد حق الطاوله تلاقيه مركم كده، كل وجه عليها رقم. مستحيل انك ترمي على الطاوله الحجر ويظهر لك رقمين مع بعض، لازم حاجه واحده، يا اما واحد يا اما اثنين ثلاثه يا اما اربعه يا خمسه يا سته. ما ينفعش واحد يستمع ورا يا جماعه، فده بسميها حوادث متنافيه، فده هيساوي صفر، ده هيساوي ايه؟ صفر واحد. ده كده يا شباب ولا كانه موجود. يبقى انا جيت بس احتمال الواحد الايه واحتمال البي. طب الاول بيقول لك ايه؟ احتمال واحد او سته او سته، طبعا دي اسمها او، هي علامه ايه يا جماعه؟ التقاطع ده اسمها ايه؟ و. هناخدها برضه لسه ان شاء الله بعد الحصه او حصتين كمان هنتكلم عنها. يبقى احتمال واحد او سته بيساوي احتمال الواحد لوحده زائد احتمال مين؟ السته. احتمال ظهور الواحد، الواحد بيظهر كم مره؟ وراء العينه بيظهر عندك مره واحده بس، فواحد على كله سته. واحتمال السته بتظهر كم مره؟ سته، وتظهر برضه مره واحده بس، فواحد على سته. جمع يا شباب هتساوي 2 على 6، اختصر على الفصل والمقام على 2، يبقى 1 على مين؟ على 3. واضح يا شباب؟ يبقى لما يقول لك او نقول له هنا ايه؟ الجامع. بعدها زائد كمان التقاطع يا شباب، زائد التقاطع. طيب شوف كده بعدها ايه يا شباب؟ حاجة مختلفة شوية يا جماعة، حاجة مختلفة شوية. بقول لك هنا إيه؟ لو عندك مكعب، ما هو مكعب خلاص هو شكل مجسم. مجسم بس غير المكعب خالص، مجسم يا شباب. له أربع وجوه، بدل ما هو ستة في المكعب، لا له أربع وجوه بس. عادي يحصل إيه شكله أربع وجوه. مشتقة، كتب على كل واحد منها الأعداد من واحد إلى أربعة. يبقى أعملها إزاي يا جماعة؟ أول حاجة أقول له إيه؟ الإس بتساوي. إيه هي الإس؟ فضاء العينة اللي هي ايه برضه؟ جميع النواتج الممكنة اللي عندك. ممكن واجه عليها رقم واحد، واجه عليها اثنين، واجه عليها ثلاثة، واجه عليها أربعة بس. إن أقول لي يا شباب مجسم له أربع أوجه، تمام؟ مركب من واحد إلى كام؟ إلى أربعة. أوجد احتمال أن يكون العدد الظاهر على الوجه العلوي عدد أولي. يبقى عايز اطلب عندك احتمال اوليا، عدد اوليا. مين يحل؟ قول يا محمد يا سعيد. مين اللي عايز يتكلم؟ ها قول. الاول يا شباب، يعني ايه عدد اولي؟ واحد يقول يعني اقول 3 على 4. ايوه ماشي، 3 ارقام على 4 اللي هم مين يا محمد؟ اللي هما مين؟ الواحد والاثنين والثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. بص يا بطل، الواحد غير أولي. الواحد ده عدد مصنف على إنه لها أولي ولا غير أولي. ده غير ذلك. تمام كده؟ كلمة أولي يعني يا شباب أولي؟ يعني له قاسمين، نفسه والواحد. نفسه والواحد. زي مثلا بقول لك إيه؟ السبعة. تبقى الاسم على الكام؟ أو كم في كلمة محتاج سبعة؟ هتلاقي واحد ضرب سبعة تساوي سبعة بس. يبقى قواسم السبعة هي مين؟ هي نفسها والواحد. الخمسة نفس الشيء، قواسمها الواحد والخمسة. الثلاثة نفس الشيء، ثلاثة وواحد. واضح؟ يبقى عندي هنا الأول يا جماعة، مين الأول عندك؟ هتلاقي الاثنين أول والثلاثة أول.
ليه؟ أرقام تقبل القسمة على نفسها بس وعلى الواحد فقط، أو لها عاملين فقط يا جماعة، لها عاملين فقط، فاهم كده؟ طيب يبقى إذا عندي يا شباب عم يقول لي احتمال أولي، عندك معنى الأولي قلنا هذا الاثنين أولي، ثلاثة أولي، بكتب إيه؟ بكتب عدد نواتك الحادثة اللي هم اثنين، هم كلهم كان اثنين، قالوا بتساوي اثنين. طب كلهم كم واحد؟ زي ما أنت قلت يا محمد يا سعيد. يا محمد كلهم كم واحد؟ خلاص العينة. اثنين على أربعة. اثنين، ثلاثة، أربعة، صح أربعة، واختصر يا شباب كده. اختصر على الاثنين وعلى الاثنين، يعطينا برضه يا شباب؟ يعطينا نص. واضح كده؟ عرفنا يا جماعة يعني إيه بريم نمبر؟ عدد أولي يعني إيه يا شباب؟ ها؟ عدد يقبل القسم على نفسه والواحد بس. طب له كم عامل؟ له كم قاسم؟ قاسمين، نفسه والواحد. زي مثلا مين؟ الواحد واربعين، تسعة وتلاتين، سبعة وتلاتين، تسعة عشر، تلاتة وعشرين، تلاتاشر. دي كلها أرقام أولية يا شباب، أرقام كل دي أولية. ماشي؟ طيب شوف كده المطلوب تاني. عندي حاجة كمان يا جماعة برضو، حاجة اسمها إيه؟ احتمال نظري واحتمال تجريبي. نظري وايه يا شباب؟ وتجريبي. ايه هو النظر ده؟ اللي احنا خدناه من شويه، ده كل نظري. بكون عارف النتيجه مسبقا. يعني ايه؟ لما اقول لك مثلا معايا مثلا قطعه نقد نص ريال، برميها كده قبل المباراه اشوف فيها ايه؟ كتابه ولا شعار؟ شعار ولا ايه ولا كتاب؟ ماشي يا شباب؟ انا عارف النتيجه قبلها ولا مش عارف؟ عارف هتطلع حاجه من اثنين، يا اما تطلع شعار يا تطلع كتاب، صح؟ دي عارفها. فبسميها دي اسمها التجربه ايه يا شباب او الاحتمال النظري، لان عارف النتيجه قبلها مسبقا. طيب ايه هو التجريبي؟ لما يقول لك مثلا نرمي او نلقي قطعه النقد مثلا 50 مره، 50 مره ظهرت الشعار 30 مره، يبقى ما هو احتمال ظهور الشعار؟ تقول له ايه؟ ها هشوف الشعار كم مره يا جماعه. الشعار مثلا عندي قال لك بتساوي كام؟ قلنا الشعار ظهر مثلا 30 مرة وهم كلهم كم مرة؟ 50 مرة. أهي اختصر دي مع دي صفر مع صفر بتساوي 3 على كام يا جماعة؟ ده على 5. دي أسميه إيه يا جماعة؟ أسميه احتمال تجريبي. ليه تجريبي؟ إنه قايم على التجربة، ما أعرفش قبلها هيطلع بكام، قبلها أنا مهنا عارف النتيجة هتطلع بكام. لا أنا بجرب وأشوف. لقيت برمي الشعار ظهر عندي لمده 50 مره، الشعار ظهر 30 بس، ب 30 على 50. طب احتمال يا جماعه الكتابه، احتمال كتابه. طبعا الباقي، الباقي من 50 20 على كام؟ على 50، هتساوي 2 على 50. فهمنا يا شباب الفرق بين كلمه نظري وتجريبي؟ شوف كده المثال اللي بعده بيقول لك ايه؟ خاص بالحاجات دي. ها؟ يقول لك ايه يا شباب؟ جدول قدامك اهو، جدول تجربة استخدام المؤشر دوار القرص. عندك قرص كده، القرص وحاطط مثلا فيه ارقام، ارقام زي كده يا جماعة، مثلا 9 مثلا هنا 12 وتاكل مثلا اي حاجة زي كده، وفيه مؤشر هنا بيتحرك، مؤشر دوار، بتلف المؤشر وتشوفه يستقر عند مثلا رقم كام، عاوز تكون مقسمها الوان، تشوف مقسم عند تقف عند مين؟ تلف المؤشر وتشوف هيستقر عند اي لون يا شباب. هنا جايب لك ايه؟ بس هتخلص من غير ما اخد الدرس الجديد. طيب جايب لي يا جماعه جدول اهو صغير، معلش نركز على الحاجات دي الاول عشان لما ندخل في الشرح نبقى احنا فاهمين نعمل ايه. أربعة. رقم واحد يا جماعة ظهر لي ثلاث مرات. اثنين ظهر إيه؟ سبع مرات، سبعة، ده واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، واثنين ويبقى سبعة. رقم ثلاثة ظهر إيه؟ ست مرات، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، واحد كده يبقى ست. رقم أربعة ظهر أربع مرات، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. إيه يا شباب؟ النتيجة أكتبها أهو، النتيجة هنا ثلاثة، هنا سبعة، هنا كام؟ ستة، هنا أربعة. دي النتيجة يا جماعة، دي الإشارات أو العلامات يسموها العلامات أو الإشارات، ودي الإيه؟ التكرارات. يعني إيه؟ رقم واحد ده ظهر كم مرة؟ ثلاث مرات. اثنين ظهر كم مرة؟ ثلاثة. تمام كده؟
قبل ما احسب اي شيء احسب عدد الايه التكرارات كان كله، احسب كم تكرارات 4 زائد 6 10 7 13 يبقى كله كام 20. تمام. يقول لي بقى هنا يا جماعه ما الاحتمال التجريبي لاستقرار المؤشر عند العدد 4؟ التجريبي يا شباب قلنا كده احتمال 4 يساوي التجريب عندك الأربعة كم واحدة؟ أربع علامات، أربع وكلهم كم؟ كله 20. نختصر على البسط ومقام على الأربعة أو واحد على خمس، يبقى خمس. واضحة؟ دي بسميها يا شباب احتمال تجريبي، أي معنى تجربة. ما احتمال الاستقرار المؤشر عند عدد فردي؟ عدد إيه يا جماعة فردي؟ احتمال فردي، مين فردي عندك؟ عندنا الواحد وثلاثة. أشوف الواحد كام والثلاثة كام ونجمعهم على بعض وأقسم كله على 20. الواحد ثلاثة والست وثلاثة دي ستة، نجمع كده تسعة، يبقى بيساوي تسعة على كام؟ على 20. لحد كده يا جماعة واضح؟ ما قلناش حاجة لحد الآن. دي خدت ده والثانية متوسط، الحاجات دي كلها ثانية متوسط. آخر سؤال يا شباب، احتمال تجريب الاستقرار المؤشر عن عدد زوجي، احتمال زوجي يا شباب بي ايفن نمبر زوجي. الزوجة عندك اللي هو الاثنين والاربعة، طيب الاثنين بتساوي كام؟ سبعة والاربعة أربعة، يبقى سبعة زائد أربعة يساوي 11 على 20. واضح كده يا حضرات؟ واضح يا شباب ولا في حاجة صعبة؟ ها؟ طيب هناخد بس فكرة صغيرة جدا عن الدرس. بقول لك أهو، شوف بس الكتاب سريعا. يا شباب دي قلناها خلاص. تمثيل فرض العينه يا جماعه، تمثيل فرض العينه بمثلها ازاي؟ فرض العينه ايه يا شباب؟ بمثلها اكثر من حاجه، اما حاجه اسمها الرسم الشجري، وانت خدته برضه عارفين قبل كده رسم شجري ازاي؟ واما بالقائمه احطها في شكل قائمه يا شباب، واما بايه؟ باستعمال الايه؟ باستعمال الجداول، جدول. طب بقول لك هنا ايه؟ القيت قطعه نقد مرتين. لما ارمي يا جماعه قطعه نقد يظهر لي ايه؟ عندي كم احتمال؟ عندي احتمالين، اما شعار واما كتاب. طب رميتها مرتين يبقى عندي كام نتيجه كده؟ اضرب 2 في 2 يبقى دول اربع نتائج. تمام كده؟ بقول لك هنا ايه؟ باستعمال قائمه منظمه وجدول والرسم الشجري هنالك ناتجان من ايه؟ ممكنان لكل الرمي المئويات اللي هم ال وتي. زي مثلا كده يا جماعه ارسم مثلا اجرب الرسم الشجري مثلا كده، الرسم الشجري. لما نرمي كده اطلق عندنا احتمالين، اما ال واما تي، اما شعار واما كتاب. دي ايه يا شباب؟ دي اول رميه. طب ثاني رميه الثانيه، ها يظهر لي ايه؟ كل واحده من دول معاها ال وتي، ده كمان ال وايه يا شباب؟ وتي، ال وتي. وعارف كله كام؟ نيجي نجمع ده كله اجيب دي مع دي، ال مع ال. أو اللي مع تي دي برضه مع دي يا جماعة، أو اللي بعدها تي مع تي وتي مع إيه؟ مع إيه؟ كان نتيجة يا شباب أربع نواتي. يعني بس يقول لك إيه؟ أوجد احتمال ظهور الشعار مرتين. ماشي؟ ظهر الشعار يا جماعة مرتين فين؟ متتاليتين مع بعض أهو. الشعار مثلا هو التي مثلا، التي ظهر مرتين فين؟ مرة هنا بس أهو، بيساوي واحد على كام؟ واحد على أربعة. تمام؟ احتمال ظهور الشعار والكتابة مع بعض. احتمال ظهور الشعار والكتابة. شعار وكتابة. كتابة وشعار. يبقى مرتين أقول له اثنين على كام؟ اثنين على أربعة. لحد كده يا جماعة واضح ولا في مشاكل؟ ها؟ بكرة يا جماعة إن شاء الله نبدأ الدرس ده برضه، درس بسيط وجاهز وسهل جدا. وخدتوه قبل كده كله، ما في شيء جديد خالص. تمام؟ بس محتاج بس منكم كمان المشاركه تزيد عن كده شويه. في احد عنده سؤال يا شباب؟ اي حد عنده سؤال؟ ها يا شباب في سؤال ولا حاجه؟ استفسار؟ طيب يلا السلام عليكم شباب، بعت الله.